كلها الديار كلها ما مع زيد الهاني. اش كاتبين؟ هاوك اطلقوا صراحة زياد الهاني توس انصومبل هذاك زياد الهاني فهمني كلها. عمري ما كنت نتصور اللي بعد الثورة زياد الهاني باش يدخل الحبس. كنت نتوقعها في عهد بن علي، اما بعد الثورة بعد ما فرحنا قلنا سي ارتحنا غمة زاحت وسي وباش نرتاحوا باش نتفردوا. مالوروزمون بعد الثورة زياد الهاني يدخل الحبس. وكيفاش يدخل له؟ البارح معناها فريمون وضعيه ما عمري ما كنت نتخيلها. البارح زياد تهز، تعديوا على الصحفيين وتعديوا على المحامين اللي كانوا معتصمين في وسط البيرو نتاع حاكم التحقيق، واللي هو حاكم التحقيق ما حضرهاش، هو بطاقه الايداع في السنجات وحاضره ما عند البوليس، جابهاله في يده موديه له حطي له على البيرو جوج صحح عليها وخرجوه بطريقه تقول ابو عياد وقت لي مشى احتمى في الجامعه نتاع الفتح، وقفوا له مكعبتين نتاعهم تكعبتين اللي دافعوا عليه خلاوه ومشاو. هذوما معناها صحفيين ومحامين وافيكسا تعدوا عليهم ومشاو وهزوه. كيفاش ما فخناش؟ العباد الكل ما فقش، العباد الكل باتت هبطوا له راسه مطبس هكايا وخرجوه. كان مش هو هز راسه وعمل هكايا لواحد من زملائه، كان ما ورانيش واحد صحافي انا التصوير نتاعو اللي هو خرج، ما كنتش نصدق خاطر انا بحذا الباب دو با من الباب وما ريتوش كيفاش خرج. هبطوا معناها هبطوا بوليسيه شيء شبه للكذب، شيء شبه عمري ما كنت نتصورها. مالوروزمون مالوروزمون مانيش عارفه وين هازينها البلاد. احنا مفتخرين بالضبط هو دخل الحبس مش سارق ولا قاتل عبد ولا حكايه، دخل على خاطر يدافع على زميله صحافي كل، ونعرف احنا اليوم باش يخرج مش معناتها مش باش يقعد غادي برشا. معناتها برشا عباد جابوا لنا دي ميساج كنا اون فو سوتيان توس وكل، وفما عباد كان يقول لك وين كان هذا وقت الثوره وكل، دونك احنا نجيبوهم نعطيهم لي فيديو نقول لها وقتاش كان وقت الثوره، هاوش كان يعمل، نعطيهم لي فيديو نتاع في 14 جانفي اللين نتاع البلوك نتاعو اللي شكان المقالات اللي كان يكتبهم قبل وكل، دونك العباد هذي اللي جايه توا قبل كانت ساكته وكل، توا جايه تحب تشكك في العباد اللي كانت ناظر بالحق. التواسه واعيين وما يغلبهم حتى حد، واعيين اللي زياد الهاني وامثال زياد الهاني يدافعوا على الحريات ويدافعوا عليهم هما قبل ما يدافعوا على ارواحهم. يدافعوا على الحريات يدافعوا باش يوصلوا الكلمه الصحيحه للمواطن، باش يوصلوا الكلمه اللي يحبوا الحكومه هذيا والحاكم هذيا يحب يغطيها، يحب يوصل كانت صوره اللي يحبوا هما يوصلوها بالقنوات نتاعهم اللي نعرفوها. فلهذا نشكرهم المواطنين اللي واعين وندعمهم في المبادره نتاعهم، ونحبهم يوصلوا هذيك رساله باش توصل للحكومه وباش توصل للي يحبوا يحطوا زياد الهاني في الحبس. وزيد الهاني راهو يخرج من بعده وباش يخرج ويخرج اقوى من قبل وباش يقعد ديما يدافع. وزيد الهاني المره هذه دخل على خاطر يدافع على زميله ودافع عليه بالحق، ثب ورى للعباد اللي راهو هاو راهو هو ما اعترفش وهما حطوه في الحبس. كي حطوه هو في الحبس وراهم راهم اللي هم حطوه بالحبس بالغلط كملوا خلطوا معه هو وحطوه في الحبس. فلهذا انا نرفض باش ندفع الكفاله هذه، وخلي المواطنين هما اللي يدفعوا لهم باش يفهموا اللي راهو الشعب راهو واعي وراهو الشعب هذا كبير